الفترة اللي فاتت علامات استفهام كتير في العلاقة ما بين كابتن حسام البدري وبعض اللاعبين. نتكلم على إكرامي، هنتكلم على صالح جمعة، هنتكلم على مد متعب. لو خدناهم بالترتيب كده، دول اللعيبة أو أبرز اللعيبة اللي في ما بينهم حالات احتقان دائمة وبتصدر دايما للإعلام. رأي حضرتك كابتن ضياء في الثلاث علاقات اللي طرفهم كابتن حسام البدري مع ثلاث لعيبة، اتنين منهم حققوا إنجازات كبيرة جدا مع النادي الأهلي، واحد تالت موهبة كبيرة جدا كل مصر نفسها انه يكون راجع تاني اللي هو صالح جمعة. بص برضو في جزء عند اللعيب، ما هو خلينا نبتدي طب صالح اللي هو يعتبر لا صالح عنده اجزاء كتير. صالح عنده اجزاء كتيرة، ومرة من 6 شهور اتكلمت معاه يعني هو عنده اجزاء كتيرة بتخليه يبعد، هو بيبعد نفسه، هو عارف الاجزاء دي كلها وعارف ويقدر يغيرها. في النهاية جه فترة وبقى كويس وركز والناس كلها والناس مصر ضغطت على كوبر عشان يلعب هو مكان عبد الله السعيد، واستجاب للضغط ده. اول مرة يعني استغرب ان كوبر استجاب للضغط ده، فاكر المباراة اللي لعبوا فيها. فعايز اقول انه دايما اللعيب علاقته بتتوتر بالمدير الفني لما ما بيلعبش. المشكلة ان المدير الفني بيفكر في 30 لعيب وفي النادي، اللعيب بيفكر في نفسه. مظبوط. يعني كل اي لعيب بيفكر في نفسه وده طبيعي، لكن المدير الفني بيفكر في ال 30 وبيفكر من ال 30 هياخد منهم 11 عشان يبتدوا. دايما اللعيب بتتوتر علاقته بالمدرب لما ما بيلعبش. تحديدا في 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 مع عماد متعب، انا ليا راي في اللعيب النجم. طب قبل بس ما نروح لعماد ونسيب صالح يا كابتن ضياء، يعني اقول لك على حاجه حصلت معانا لما مره صالح كان ضيفي هنا في حصاد الاسبوع، اعتقد من سنه يمكن. انا كان اول مره اقابل صالح اتكلم معاه، فاستغربت جدا ان دماغه وترتيب افكاره وعارف السلبيات فين، عارف كل حاجه، عارف كل حاجه، الدنيا تمام. فقلت له صراحه، طب ما انت يعني انت باللي انت بتقوله ده المفروض عقليتك دي تخليك انت عبقري. انت المفروض تبقى يعني لا يعني اول او بدايه طريق الحل ان انت تبقى عارف المشكله. فهو كان عارف المشاكل وعارف الاجابات وعارف السلبيات ومتفاهم جدا الناس تنتقده، ومتفاهم جدا انه لازم يقدم احسن. عملها تاني بعد السنه دي، بعد الحلقه عملها تاني. لا يعني عمل السلبيات دي تاني. عملها تاني، فهي دي المشكله. وبعدين لا تلومن الا نفسك. يعني دايما لما بكلم كابتن سيد الحفيظ، كابتن سيد معاوه، كابتن حسام البدري، دايما بتحس منهم ان هم عايزين يقفوا جنبه، عايزين يرجعوه. طبعا لعيب في النادي ولعيب كويس، وانت خد بالك في النادي الاهلي هيعملوا ايه؟ هيقفوا جنبه لحد مرحله معينه. وبعد كده خلاص. فهو لازم يلحق نفسه. طب انت حاسس يا كابتن ضياء ان يعني ان بعد كده دي خلاص؟ لا هي الحلقه بتضيق. هو لازم يعني مش هتبقى لازم يخاف بصراحه. صالح لازم تخاف يا صالح، انا بقول لك لازم تخاف. لازم تخاف على مكانك جوه النادي الاهلي. وانت عارف ايه اللي يخليك جوه النادي الاهلي وايه اللي يخليك بره النادي الاهلي. فاتمنى لانه صالح لعيب هايل. لكن ما ينفعش اقعد اقول لعيب هايل لعيب هايل لعيب هايل بس. صح. كذا كذا كذا، ما ينفعش. فهي الحلقه بتضيق ولازم تخاف على نفسك وبسرعه، ما فيش وقت. صحيح. لازم تخاف على نفسك وبسرعه، ما فيش وقت. عماد متعب، انا رايي وبقوله تاني، قلته قبل كده يمكن كلمت معاه فيه بشكل شخصي؟ لا ما اتكلمتش معاه، بتكلم مع اداره النادي الاهلي او المدير الرياضي دلوقتي. اي نجم زي عماد متعب يوصل للسن ويوصل على انه بعض القدرات بتقل الى حد ما شويه، لازم يكون في اتفاق في التعاقد بشكل كبير جدا ما بينه ما بين الاداره وما بين المدير الفني على الشكل اللي هيلعب بيه عماد طول السنه. لازم يبقى في اتفاق من بدايه السنه. انت واخد بال حضرتك؟ لازم يبقى في اتفاق. ده حصل مع كل النجوم الكبار. راين جيجز حصل مع كل اللي هو، خد بالك راين جيجز قعد اخر 6 سنين في مانشستر بيجدد له سنه بسنه سنه بسنه، بيشوف هيكمل اللي يقدر سنه بسنه سنة. وغيره كتير. في حاجات من دي يعني هتلاقيها كتير. فلازم يبقى في قعدة نجوم، قعدة رياضية، لأنه في مصلحة النادي وهي الأهم على كل الناس. صحيح. اللي بيلعب واللي هيبطل واللي بطل وبعد كده
عماد متعب ودوره كنجم في النادي الاهلي لازم احافظ على نجوميتي بالاتفاق اللي انا بقوله ده، واحافظ على نجوميتي في اطار مصلحه النادي، في اطار مصلحه النادي نمره واحد. صحيح. انا بقول لك حط مصلحه النادي وبعدين مظبوط، واقعد اتكلم مع عماد ونتفق على الشكل الفني اللي هيدار بيه عماد. وده بيحصل في كل الدنيا، بيحصل مع كل النجوم الكبار اللي هي بتيجي في الاخر يعني. ده كان لازم، انا رايي انه كان لازم يحصل، لكن عملت ان الجمهور عايز عماد وانه حسام لا اصله شايف مصلحه الفرقه. هو الفكره الفكره كابتن رياض اللي حضرتك بتقوله بالظبط هو اللي قاله الاستاذ نادر شوقي وكيل عماد مات، وقال مشكله وفي وجهه نظر فنيه، لكن وضحوا لنا يا جماعه انتوا عايزين تعملوا مع عماد هو الوقت خلص، التعامل بتاع توضيح هنتكلم في اخر، لان التعامل سيء. وقال حاجه تانية كانت هي دي اللغز شويه، ان هو قال ان كابتن عماد كابتن حسام البدري وعد عماد متعب بالمشاركه وده ما حصلش. انا ما اعرفش يعني لا لا على لسان لا لا ما, ما طبعا نادر بيقول طبعا اكيد بيقول حاجه يعني حصلت، لكن ما هو ده الكلام اللي انا بقول عليه وعد او فهنا تقدر تعرف فين القصور. لكن عماد انا اتمنى له انه يلعب، اتمنى له وانا شايف انه يقدر يلعب. لكن انا بفضل النجوم والناس لما بتيجي في المراحل الاخرانيه لازم يكون في اتفاق فني وتعاقدي كمان. يعني اتفاق فني وتعاقدي على هذا الشكل. ممكن عماد ما كانش يقبل، بس من اول موسم خلاص انا وضحت له، يبقى ما دخلتش في ما يقول لا انا مش هقبل الوضع ده، انا كذا انا هقبل الوضع ده اوكي كده. لكن عايزين نطلع من عمليه ان الامور تتاخذ موقف بموقف، يعني كل حاجه حسب الموقف حسب الموقف حسب. اعتقد النادي الاهلي لازم يعدي المرحله دي، ولازم تبقى في المراحل كلها والحاجات كلها محدده بشكل احترافي. طالما ما ينفعش امشي باحتراف في جزئيه وامشي بقمه الهواه في جزئيه تانية. يعني فيما يخص شريف اكرامي، شايف تعامل كابتن حسام البدري معاه ازاي يا كابتن؟ حسام بيتعامل مع اللعيب كمستوى، بيتعامل معاه كمستوى. ما هو زي ما انا بقول لك يعني بتعامل معاه بشكل اللي مستواك دايما انت عالي نمره واحد، انت على طول نمره واحد. لما مستواك قل شويه وابتدى خلصت افريقيا وخلصت الالتزام اللي عليه انه لازم شريف هو يلعب، شاف ان شريف قل شويه فابتدى يدي للشناوي، والشناوي ظهر بشكل كبير. هي العلاقه كلها في النهايه يلعب يا ما لعبش، دي متروكه لحسام هو اللي قررها بشكل كبير جدا. هو ادرى لان هو شايف الناس اللي بتمرن معاه وهو بيقدر يقيم لعبته بشكل كبير. لكن انا اتمنى، وشريف مر بالمراحل دي كتير ورجع وقف على رجليه. صحيح. والناس اشادت بيه، عنده شخصيه ونضج كبير، عنده شخصيه ونضج كبير يقدر يعمل ده ويقدر يقفل ودنه كويس ويشتغل. وانا اتمنى ده لانه شريف انا بعزه جدا وبحبه، وعايزه انه يعدي دي بالتمرين، يحط همه كله في التمرين ويرجع اقوى من الفتره السلبيه دي.